انا الحين بالشعب وعندي هذا برج هني وعندي برج هنيك ورا الشبه. هذا برج نسميه شو اسمه برج تاكسي، المهم اللي يكون نقال. وهذا هني عندي برج ثاني. زين خلينا نشوف السرعه عندي كم. هذا انا الفيديو بنصوره احساس في ناس وايد يقولون ما يصير شركات يساعدون بعض. خلينا مع بعض الحين اقول لكم شو السالفه. شوف السرعه عندي شلون، يعني 200 وشيء وصلت الى 400، اكون صريح معك، او 500 وصلت معنا. زين شوف الابلود، الابلود وايد قوي، معناته انا عندي سرعه زينه. خلينا نسوي تست مره ثانيه بس نتاكد اكثر. شوف التقطيع ما عندي مشكله، الليتنسي ما عندي مشكله، شوف السرعه ما عندي مشكله فيها، الابلود الحين بعد راح يصير عندي ما في مشكله. خلينا نخلص من السرعه هذا، بقول لكم شو اللي قاعد يصير. شوف يعني شغل عندي تمام. زين احنا شابكين على منو؟ زين هل احنا شابكين على، هل احنا شابكين على هالبرج هذا؟ لا. ليش البرج هذا مشابكين عليه؟ لان البرج هذا سوري صار طاف. زين البرج هذا في بس 4G، شوفوا عمليه 4G. زين شابكين على منو؟ شابكين على البرج هذاك. زين البرج هذاك في 5G؟ اي في 5G، في اللي هم شوف هذيل 5G اذا كان واضح عندكم. شوفوا هذيل 5G، هذا حلو بسامسونج، هذيل 5G الصغار هني 5G و4G مع بعض. زين فانا قاعد اشبك على هذا. احنا رحنا تمشينا مع اللي كلمني يعطي العافيه، رحنا قرينا هني على البرج شنو ما كان مكتوب هني، مكتوب زين. فاحنا شابكين على منو؟ شابكين على زين. فيا جماعه، يا جماعه الشركات واحدة تساعد الثانية، واحدة تباصي للثانية. لا تقولي شركة بروحها ما لها شغل بالثاني، تكفون العقلية هذه، فجوا عنها شوي. كل الشركات تساعدون الثانية، بس شنو كل الشركة تعطيك على حسب ما هي تعطي. شفتوا زين صاعد نازل، سرعة مو ثابتة. لو عندي هني لو شغلي لي هذا اريده، الحين انا عندي 1 جيج بدون ما اتكلم، بدون ما عندي اي مشاكل. فان قلت له يكلم زين او يكلم اريده انه يحطوا له يضبطوا له البرج يحطوا له 5G. فالشركات شركه تشيل الثانيه، ال 5G انا شابك على هذاك، يعني ما عندي 5G. يعطيكم العافيه وانطر تعليقاتكم.